جمهور مهرجان العالمين على موعد بكرة إن شاء الله يوم الجمعة مع انطلاق عرض مسرحية دكان أحلام، واللي بتدور أحداثها في إطار كوميدي فانتسي، بتحكي عن محل لبيع الأحلام، ومن خلاله الإنسان لما بيدخله بيقدر ان هو يشتري او ياخد الحلم من الاحلام اللي موجوده ومعروضه في هذا المتجر. معانا دلوقتي انس النيلي، مخرج ومؤلف مسرحيه دكان احلام. يا مساء الفل عليك يا انس. مساء الفل على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. يعني احنا بقالنا كتير بنتكلم عن دكان احلام، وخلاص بكره ان شاء الله العرض للمسرحيه. الاستعدادات عامله ازاي؟ البروفات النهارده اكيد كانت البروفا الاخيره صح؟ بالضبط، يعني الحمد لله كان في زخم اعلامي كبير على العرض الفتره اللي فاتت، فانا اولا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على التغطيه دي. يعني خلاص زي ما بيقولوا بقى خلاص حان الوقت، يعني النهارده كانت فعلا البروفا الاخيره للعرض. بكره ان شاء الله العرض هينطلق الساعه 10 مساء على المسرح الروماني في المدينه التراثيه في العالمين. نتمنى ان شاء الله انه على قدر التغطيه اللي حصلت على العرض، نتمنى ان شاء الله ان احنا نكون موفقين ونكون على قدر التوقعات ان شاء الله. الاستعدادات كانت عامله ازاي؟ يعني الممثلين مستعدين؟ يعني يمكن احنا كان عندنا كم مداخله مع كاست العمل من فتره وكانوا متحمسين جدا لتجربه مهرجان العالمين. الحمد لله، والله يعني هو على قدر طبعا ضخامه المهرجان بيكون الضغط، يعني فطبعا كان في ضغوط اكيد كبيره على فريق العمل، ضغوط علشان يطلعوا افضل منتج ممكن، يعني من نفسهم هم اكيد كانوا طول الوقت عايزين يطلعوا منتج يليق بحجم المهرجان، يليق بحجم الحدث اللي هيكون ان شاء الله هنكون جزء منه. فده طبعا كان مخلي طول الوقت هم في وقت التدريبات يعني بيبقوا عايزين يبذلوا اقصى مجهود ممكن علشان يطلعوا بشكل يليق بيهم في مهرجان زي ده. فنتمنى ان شاء الله ان نكون موفقين، ونتمنى ان شاء الله تعب الفتره اللي فاتت يكون بكره مرضي للجمهور اللي هيحضر ان شاء الله. احنا بنتمنى لكم اكيد كل التوفيق في اللي جاي، ومبسوطين قوي انه هنشوف دكان احلام، يعني احنا هنتابع مع بعض كمان الفعاليات ورد فعل الجمهور على المسرحيه، لان يمكن لما اتكلمنا الفتره اللي فاتت مع الممثلين فكرة المسرحية حلوة قوي، يعني فكرة الفانتزي دي وانك تتخيل كده حلم معين تعيش في حاجة غريبة شوية عن اللي انت عايشها لطيفة قوي. واكيد في اكيد في تويست كده في الاخر صح؟ ايوه. لا دي حاجات متسربه ولا ايه؟ لا لا مش هنحرق حاجة، بس يعني اكيد في تويست. لا هو فعلا في تويست كده. هو الموضوع قايم على فكرة مختلفة الحمد لله، يا رب ان شاء الله يكلل مجهودنا بالنجاح بكرة. وفي طبعا تويست اكيد ان شاء الله يكون برضو موفق ويعجب السادة المشاهدين اللي هيشرفونا وينورونا في المسرح، وان شاء الله يعني تكون انطلاقة للعرض المسرحي ده ويستمر في فعاليات مهمة وضخمة زي يعني ضخامة حدث زي مهرجان العالمين. انتوا تعبتوا قوي في الفترة اللي فاتت وتستحقوا يعني ان شاء الله نجاح كبير قوي. بالتوفيق يا أنس. أنس النيلي مخرج ومؤلف مسرحية دكان أحلام.